بلبنان بشوف انه بعض المستشفيات للاسف او مستشفى مهمة رقم واحد بلبنان تنعد، بشوف عم تستغني عن الموظفين، بعض الموظفين عندها يعني بدها تطلع موظفين تقريبا كذا 100 موظف، خلينا نقول 900 عائلة لبنانية خلال ساعات معدودة باتت في مهب البطالة التي عصفت باللبنانيين. الأزمة الاقتصادية وصلت إلى أبواب الجامعة الأمريكية فحصرتها ودفعتها للجوء إلى الخيار الأقصى، في حين تبقى الحكومة ثابتة في غيابها.